اهو اللي انت كنت بتحاميله طلع سوا وهرب. مش مصدق نفسي. زين زين يهرب ازاي؟ لا صدق، اكيد الفتره اللي فاتت دي كلها كان بيخطط ازاي هيهرب، وهو قدر ينفذ دلوقتي. اللي انت كنت فاكره ملاك ما طلعش زي ما انت كنت فاهم. لا 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 لا، هروب زين غلط. ايوه غلط، انما ده مش معناه ان هو مش مظلوم. تاني هيقول لي مش مظلوم؟ مالك شفت نفسك يا اخي؟ انت قعدت تمخور ورا كمان الاصوتي سنه ما وصلتش لحاجه. هتفوق بقى يا حسام. انا ما عرفتش اوصل له لان هو حاسب خطواته كويس وعارف هو بيعمل ايه كويس، انما ده مش معناه ان هو مش هيقع، مصيره يقع. انا عايزك بقى تنسى قضيه كمان الاصوتي خالص. الحاجه الوحيده اللي نفكر فيها هي قضيه زين وبس. الداخليه كلها مقلوبه. اسمع كلامي يا حسام، اسمع كلامي.